يفترض لما يكون الإنسان متصدرا للفتوى أنه إذا أجاب للناس يجيب على مقتضى ما جاءت به الشريعة من حيث الدليل ومن حيث الأسلوب، يعني ربما أنه يجيب بإجابة فيها أدلة ولكن فيها أسلوب غير مناسب ولا يليق، أو قد يكون يحرص فيها على الإضحاك أكثر من الفائدة، وهذا لا يصح لأي شخص يكون من أهل العلم أو متصدرا للفتية، وإنما هو يتصدر للفتية، والفتية تبنى على ماذا؟ تبنى على الدليل الشرعي، والدليل الشرعي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني إذا ما جعلك ذا ثقل وذا رزانة وإلا فكيف يكون لعلمك أثر؟ إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يعني حتى بعض الدعاة إذا به أحيان يأتي بعض الأشياء من الكلمات التي ربما تقال أو قيلت على ألسنة مغنين أو مغنيات أو ممثلين أو ممثلات، ما ينبغي. أنا أريد أن أؤثر في الناس، والغالب أن مثل هذا الداعي أو ذلك المفتي أو ما شابه ذلك إذا كان يريد إضحاك الناس لأنه يريد أن يقرب الناس إلى الخير، في الغالب أنهم يعتادون على الحضور إليه ويحرصون على سماعه لا من أجل فائدة، وإن من أجل معرفة الجواب الذي يأتي في صورة ضحك، وهذا لا يجدي ولا يفيد. يعني لما أسمع لي مقطعا أو مثلا كلاما لأحد الدعاة أو لأحد المفتين وأجاب بإجابة فيها إضحاك، مثل ما يقال فرفشة، ثواني دقائق وانتهى، لكن ما هو المردود على قلبي، على إيماني، على ثقافتي، على عقليتي، على أسلوبي حينما أتكلم؟ هذا هو المردود. والإنسان يتأثر بمن يجالس أو بمن يسمع، ولو كان بينه وبينه مسافات طويلة، ولو لم يره، إذا كان يكثر من سماع كلامه فإنه يتأثر به من حيث الأسلوب. ولذلك من اعتاد على كلام شيخ الإسلام رحمه الله والقراءة مع أنه لم يسمعه فإنه في أسلوبه يتأثر، مع أنه لم يسمعه ولم يعاصره وإنما قرأ، فكيف بمن يسمع كلام الآخرين؟ ولذلك على الإنسان أن يحرص على سماع من يغذي قلبه وعقله وفكره حتى يستفيد في مستقبل أمره، لأنك لو ضحكت هذه المرة والمرة الثانية والثالثة وبعد سنة وبعد سنتين ثم ماذا؟ ما يفيد ولا يجد. فاختيار الكلمات المناسبة محسوبة على المسلم، فكيف بطالب العلم؟ فكيف بالعالم؟ يعني بعض الإخوان يعني ربما في كلماته أداه الله يعني، وهو يذهب إلى أنه يقول أنا أؤثر، لكن أثر واجتمع عنده ناس، هؤلاء الذين تأثروا لو سبرت حالهم في الغالب أو في جملة كبيرة منهم لا يستمرون على الهدى، لا يستمرون على الاستقامة، لأنهم ما ربوا. الذي يبقى مع كل علم الشرعي سبحان الله، يعني العلم الشرعي المبني على الدليل هو الذي يبقى، يعني لو تأخذ حكما شرعيا وتأخذ معه الدليل هذا الذي يبقى معك بعد سنين. يعني كم من دعاة اشتهروا شهرة بالغة عظيمة في سالف ما مضى من الأيام، أين علمهم الآن؟ لكن انظر مثلا إلى والله مثلا كلام الشيخ بن باز، كلام الشيخ ابن عثيمين، هؤلاء العلماء الكبار وهم أموات يستفاد منهم. الآن لما تأتي حادثة من الحوادث الموجودة فيما يخص العقيدة أو فيما يخص والله مثلا ولا ولا يخص طائفة معينة، يبحثون عمن؟ عن كلام أولئك، ولا يبحثون عن كلام هؤلاء. يعني بعضهم يعني ربما أنه يأتي والله بكلمات يقول هذه قالها المغني الفلاني، يأتي بها على صورة مزاح من باب إضحاك الآخرين وإقبال الآخرين إليه، هذا ليس بصحيح. يعني أنت الآن أكيد أنك سمعت هذه الأغنية، ولا كيف تحفظها؟ كيف تحفظ هذه الكلمات الغنائية هكذا مكتوبة وأحيانا يلحنها بلحن يتوافق مع لحن الغناء؟ هذا لا يليق. فانتبهوا، يعني الشرع حريص على أنه كما يريد أن يغذي قلبك وعقلك يريد أن يصحح لسانك، أن يصحح لسانك بالكلام الطيب المتزن. ولذلك قد ترى الإنسان إذا به على أحسن ما يكون تقول ما شاء الله، لكن لما يتكلم إذا بالأمر يتغير، فيتنبه طالب العلم مثل هذا الأمر، وأنت على ما عودت نفسك عليه. لا إشكال في أن أنزل إلى واقع الناس وأعرف واقع الناس، لكن بإمكان أن أؤثر على الناس من غير ما أتأثر. المشكل أن من يلقي هو الذي يتأثر بهم، ويفترض أن يكون هو المؤثر وأنهم المتأثرون،
لأن أتأثر بهم، وإلا ما الفائدة؟ أنزل إلى واقع هؤلاء، لا شك أنزل إلى واقع هؤلاء، ولكن بما لا يضر بي، لا في كلامي ولا في عقليتي ولا في إيماني ولا في قلبي. وإلا لو نزلت إلى ما يريده الناس وبسطاء الناس وأصحاب الرغبة ما أبقيت شيئا. يعني إنسان داعية يصور بفيل أو صروال وهو في غرفته، لما؟ قال من أجل أن أتقرب إلى الناس. كيف تقرب هذا؟ سقوط، هذا ضياع. وأمام الناس بصورة فيل أو صروال، لما؟ لم يأمرنا الإسلام بهذا، ولست بحاجة إلى هذا. قل ما قاله الله جل وعلا وقاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقار، من قبل فبها ونعمة، من لا يقبل لا يقبل. بل هذا أنا أرى أن فيه امتهانا للرسالة التي يحملونها والتي وصفوا بها من أنهم دعاة.